مرحبا الطلاب بالنيابة عن ماسترو سيرسي. شكرا لك على التسجيل في دورة اللغة الإنجليزية المجانية عبر الإنترنت. أنا فخور بك لاتخاذك قرار التسجيل في فصل اللغة الإنجليزية المجاني على الإنترنت. هذه هي الخطوة الأولى لتصبح أكثر طلاقة في اللغة الإنجليزية. سيحدد الوقت والجهود التي تستثمرها في دروس اللغة الإنجليزية هذه مقدار ما ستتعلمه. أتمنى أن تكون قد استمتعت بدروس اللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو يوتيوب المفيدة. سوف تتلقى 4 دروس مجانية في اللغة الإنجليزية كل أسبوع مني لسنوات عديدة قادمة. أيضا كل يوم أحد ستتلقى أخبارا من ماسترو سيرسي، والتي تتضمن أخبارا أسبوعية وتذكيرات ومقاطع فيديو من الولايات المتحدة الأمريكية ودروسا مصغرة مفيدة في قواعد اللغة الإنجليزية وغير ذلك الكثير. أوصيك بقضاء يوم واحد على الأقل لكل درس في اللغة الإنجليزية، مع ما لا يقل عن 30 دقيقة إلى ساعة واحدة من عمل الطالب لكل درس في اللغة الإنجليزية. أقترح أيضا أن تقرأ الدروس بعناية وأن تستخدم مترجم الموقع لترجمة التوجيهات والنصوص إلى لغتك الأساسية حتى تتمكن من تحسين فهمك للغة الإنجليزية. أيضا أخيرا يرجى التأكد من القراءة بصوت عال والنطق مع مقاطع الفيديو الإنجليزية حتى تتمكن من تحسين مهارات النطق والقراءة والتواصل لديك. أيضا لا تنسى أنه يمكنك التواصل معي بعدة طرق. يمكنك الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي وسوف أكتب لك مرة أخرى. يمكنك كتابة التعليقات في قسم التعليقات في كل درس من دروسنا التي سأرد عليها دائما، ويمكنك كتابة تعليقات لمقاطع فيديو يوتيوب الخاصة بنا، ويمكنك التواصل معي على فيسبوك. هدفي هو أن تستمتع بدروس اللغة الإنجليزية المجانية هذه وأنك ستحسن لغتك الإنجليزية بسرعة وسهولة أكبر. أتطلع إلى مشاركتك في صفنا وإلى إلى نجاحك في تحسين مهاراتك في اللغة الإنجليزية. أفضل الأمنيات.